السلام عليكم، مرحبا بكم معي في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله بإذن الله غنشارك معكم واحد الوصفة سهلة وبسيطة بسرعة كتوجد، اقتراح الوجبة عشاء او غداء على بركة الله. اول حاجة كنحتاجو بصلة كبيرة مقطعة مشلضة، كنديروها في الطنجرة مع القليل من الزيت، كنخليوها حتى كتشحر. بعد ما كتدبل شوية كنضيفو ليها الفلفل، انا عندي هنا مقطعة مربعات صغيرة بهذه الطريقة. كنضيفوها البصل ديالنا، بعد كنضيف تقريبا معلقة ديال الملح، ملعقة صغيرة ديال ونصف ديال الكركم، ملعقة صغيرة ديال الفلفل الأسود أو الإبزار، وكنبقاو نشحرو فيها حتى كيدبل لنا كلشي ويتجانس مزيان. بعد ما تجانس كنضيف ليه تقريبا واحد كاس ونص ديال الماء وكنخليوه يغلى. بعد كنضيف ليه باقي الخضر، الجزر والقرع الاخضر مقطعته هو كيفما لاحظتوا او كيفما شاهدتوا في اول فيديو على شكل مربعات. وصفة سهلة اقتصادية وفي نفس الوقت صحية بسرعة كتوجد. هنا كنضيف عليها المغليان بالطريقة صافي، وكنخليوها تتغلى. نغطيوها في مقلاة ثانية في القليل من الزبدة تقريبا ملعقة كبيرة مع تقريبا 3 كؤوس من الأرز أو الروز أو على حسب المتوفر اللي عندكم، المقدار اللي عندكم استعملوه. كنبقاو نشحرو فيه في المقلاة حتى يتحمر مزيان، وكان تكون النار مهيلة. وصافي ملي كيتحمر لينا الرز مزيان كنضيفوه على الخضر ديالنا بهذه الطريقه، وكنخليوه ينضج. نغطيوه ونخليه حتى يطيب. في المقابل عندنا كميه ديال الكفته اللي كانت على حسب المتوفر ايضا، يعني كفتة ديال لاداند او الدجاج او البقر. هنا عندي ديال البقر، كنضيف ليها قبيصة المليحة والقليل من السكنجبير والفلفل الاسود، تقريبا ملعقة صغيرة من الفلفل الاحمر صافي. وكنخليها كنخلطها واحد شويه بحال هكذا بهذه الطريقه، وكنكورها كويرات هكذا صغيره. بعد ما كيقرب يطيب الرز ديالنا على هذا الشكل كنوضع كرات الكفته، كتجي لذيذه وبنينه صدقوني، جربوها. أكلة متكاملة وصحية كتجي يا سلام. ممكن تحضروها كوجبة غداء أو عشاء، كتوجد بسرعة. نتمنىها تعجبكم وصافي. ملي كنكملو الوضع ديال الكرات كنغطيوها
وكنخليوها حتى طيب. راحتو كينشف الماء ديال الروز كامل، ما كتبقى فيها ولا نقطه ماء. وبالصحه والراحه، نتمنى هتعجبكم، ما تنسوناش من دعمكم ودعواتكم، بكم احنا مستمرين. والسلام عليكم.